السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعد. استكمالا لما بدأناه من مشكلات الدعوة والصوارف عن الحق وتتمة لما بدأنا، كنا قد ذكرنا أمس كم صارف وكم مشكل من مشكلات الدعوة. كم؟ اثنين أو خمسة. احنا ذكرنا الجهل وبعده الخوف. نحن قلنا أن أصل المشاكل تتفرع من قضيتين رئيسيتين، الجهل والهوى. يعني تتلخص مشكلة في العقل ومشكلة في القلب. مشاكل العقل اللي هي الجهل وما يتفرع منها، والقلب مسائل الهوى، العجب والكبر والرياء والسمعة وحب الظهور إلى غير ذلك. وذكرنا أمس الجهل والخوف وماذا؟ والتقليد الأعمى. ونتكلم اليوم بحوله وقوته عن سبب من هذه الأسباب ومشكلة من هذه المشاكل، وهي في الحقيقة صارف كبير عن الحق، ألا وهي الذنوب. شؤم الذنوب والمعاصي معلوم، وضررها على القلب عظيم بما يغشاه من الرين، مما يوجب ضعف القلب الذي يوجب ضعف في العقل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى، فذلك القلب بما غشاه من الري أو بما غشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق، وإن لم يكن أعمى كعمل الكافر، وإن لم يكن أعمى بالكلية كعمى الكافر. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت الحيرة، حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وقال أيضا: ومن عقوباتها، يعني المعاصي، أنها تؤثر في نقصان العقل. ولما كان أهل القرون المفضلة أتقى لله عز وجل وأبعد عن الذنوب، فإن من بعدهم كان دونهم في تحقيق العلم وإصابة الحق. قال الإمام الكرابيسي رحمه الله في سؤاله عن الإمام أحمد: إن أبا عبد الله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق. وهذا دليل على فهم السلف أن الذنب مما لا شك فيه يؤثر في اتخاذ القرارات وفي اتخاذ الأمور المصيرية، في طلب العلم، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يؤثر على الإنسان في شتى مناحي حياته. فالطاعة تحفظ الموجود وتجلب المفقود من العلم والحق أو تكفيك إياه. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: من عمل بما يعلم كفي ما لم يعلم. والمعصية تذهب الموجود من العلم وتمحق بركة الانتفاع به. ترى إنسان في طريق الالتزام من سنين طويلة لم يحصل شيء، وتجد آخر قد حصل أشياء لكن ليس فيها بركة، وتجد رجل قد لا يشتهر على الشاشات، ليس له كتب وليس له برامج وليس ولا يظهر في محافل،
لكن نفع الله عز وجل به البلاد والعباد أيما نفع، سبحان الله، وهذه من بركة الطاعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعمله للخطيئة يعملها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والله سبحانه جعل مما يعاب به الناس على الذنوب سلب الهدى والعلم النافع، كقوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. هذا سبب من الأسباب الحقيقية في ما يصرف الناس عن الحق، وهو أيضا سبب ومشكلة من مشكلات الدعوة، الذنب والذنوب التي تجتمع فتمحق بركة العمل. وأحيانا سؤال يطرح نفسه: هل سألنا أنفسنا يوما أننا أحد أسباب ما نحن فيه من شؤم معاصينا؟ قد يكون ذلك، قد يكون، قد تكون هذه الأحداث وغيرها من أحداث من شؤم الذنوب والمعاصي، قد يكون تأخر النصر والتمكين بشؤم الذنوب والمعاصي، وهذا حاصل في ذاك الأثر في بني إسرائيل، منع القطرة من السماء بسبب ماذا؟ برجل. وانظر إلى قصة بني إسرائيل كما قصها ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة، طلبوا أن يقاتلوا وأن يجاهدوا في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى القصة: وما تحقق النصر حتى نقي الصف، ما أتى النصر إلا بعد تنقية الصف، بعدما خرج من خرج في أول مرحلة من المعترضين والمنافقين والكذابين والدجالين، ومرت مرحلة الابتلاءات بالنهر ثم شربوا منه الكثير، وبعد ذلك لما طالع القوم العدو: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، إذ العبرة ليست بالكثرة ولكن بحال الموجود، فلربما تكون أحد أسباب الهزيمة وأسباب النكسة، فلابد أن نلوم أنفسنا، لكن اللوم الذي يحمل على العمل، اللوم الذي يحمل على العمل، وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي. قد تكون الدعوة في مكان محبوسة بسبب أفراد، ولا يتخيل أن قضية الذنب هي فقط في ارتكاب الكبائر. الذنوب أشكال وأنواع، منها ما هو من ارتكاب الكبائر والموبقات والصغائر وكذا وكذا، وقد يكون ذنب خفي موجود أنت لا تعلمه، وأحيانا قد يكون ذنب أنت لا تتوقعه. هل تعتقد أن كسل الناس وتقاعس الخلق وتباطؤهم في استجابة لأمر الله عز وجل بالعلم والتعلم وبيان الدين والدعوة والانطلاقة وانشغالهم وركونهم إلى الدنيا والالتصاق بالأرض، ألا يكون هذا ذنبا؟ ألا يعد هذا إثما في خضم هذه الموجات المتتالية المتتابعة من الهجمات على ثوابت الدين والتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وأصحابه، ثم الناس لا تتحرك، لا يطلبون علم، لا يبلغون دعوة، لا يبينون حق، لا يأمرون بمعروف، لا ينكرون منكرا، ثم تقول: الحمد لله نحن لا نفعل شيء من الكبائر، إن لم يكن هذا ذنب فماذا تنتظر؟ في الحديث وإن كان ضعيف صححه وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، هذا الرجل الذي القرية التي أمر الله عز وجل بهلاكها، أذن الله تبارك وتعالى بهلاكها، قالوا: إن فيها عبدك فلان، قال: به فابدأ. طيب، هذا عبد صالح،
لم يرتكب كبيرة ولم يقترف كذا وكذا، لم يبدأ. لماذا يبدأ به؟ انظر، لم يتمعر وجهه قط يوما لله عز وجل، لم ينكر منكر. هذا تقصير في واجب البلاغ والبيان، وهذا ذنب عظيم. لكن الشيطان يصرفك عن هذا الذنب. الحمد لله أنت لست مدخن، أنت لا تشاهد التلفاز، أنت لا تفعل، أنت لا تفعل، وهتحمد على ذلك والحمد لله. لكن هناك ذنب قد يخفى عنك، وهو التقصير في الطلب، التقصير في البيان، في البلاغ، في البيان، في دعوة الحق، في دعوة الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. وكذلك من الصوارف ومن الأسباب الغفلة عن سؤال الهداية. إذا نظر العاقل في كثير ممن ضل من قبله ومن أهل زمانه، رأى أن كثيرا من هؤلاء كان معروفا بنجابته وذكائه وفطنته، فالذكاء وحده لا يقود صاحبه إلى الهداية والحق. وإلا انظر، نحن الآن في ذيول الأمم، واليابانيون يخترعون كل يوم، حتى الناس تسميه كوكب اليابان، هذا يعيشون في كوكب آخر، ومع ذلك هذا الذكاء الخارق وهذه الإمكانيات الهائلة عندهم وعند الأمريكان وغيرهم وغيرهم، لم يوفقوا إلى الهداية والحق. ما زال هؤلاء يعبدون البقر والأصنام والأوثان والفئران والأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد المال ويعبد هواه، سبحان الله. فهذا الذكاء والنجابة لا تقود صاحبها إلا إلى الحق وحدها. فالذكاء وحده لا يقود صاحبه إلى الحق والهدى، فالله سبحانه هو المتفضل على المهتدين بهدايتهم، ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. لذلك كان في قال البراء بن عازب رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وأرى التراب يعني في بطنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم الأمة ويبين أن سؤال الله تبارك وتعالى الهداية من أعظم الأسباب الجالبة لمعرفة الحق والتوبة والأوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وحقيقة الأمر أن العبد مفتقر إلى ما يسأله من العلم والهدى، كما قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وكما كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وقال: فإذا افتقر العبد إلى الله وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، انفتح له طريق الهدى. وقال: فمن تبين له الحق في شيء من ذلك اتبعه، ومن خفي عليه توقف حتى يبينه الله له، وينبغي أن يستعين على ذلك بدعاء الله، ومن أحسن ذلك الدعاء الذي ذكرناه. قال تعالى عن موسى: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثم هناك أسباب كثيرة، نظرا لضيق الوقت نختم بالسبب الأخير، وهو سبب وآفة ومرض عضال وداء كبير ومصيبة عظيمة وبلاء، يعني ما بعده بلاء، إذ أنه فرق الأمة وشتت الشمل وفرق الجمع وأضاع الجهود العظيمة، ولربما يضيع معه الحق. وهذه المشكلة مشكلة تحتاج إلى عالم رباني أو ثلة من العلماء الربانيين، وتحتاج في الحقيقة إلى وقفة كبيرة جدا.
ألا وهي الحزبية، التحزب المذموم. لا شك أن الرجل إذا كان متحزبا ومندرجا تحت لواء التنظيم أو الحزب فإنه يعمل ضمن ضوابط وأطر الحزب، وهذه الضوابط لا شك أنها تقيد. لابد أن يكون مع هؤلاء الناس في الحق أو الباطل، في الصواب أو الخطأ. ذكر ابن قتيبة من جملة أسباب عدم انقياد الحق والخضوع له خوف تفرق الحزب وانفراط عقده، فيؤخر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل الحزب. فقال رحمه الله: وفي ذلك، يعني قبول النصيحة، أيضا تشتيت جمع وانقطاع نظام واختلاف إخوان، والنفوس لا تطيب بذلك إلا من عصمه الله ونجاه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين. يعني هذا حادث موجود حتى في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية. كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم، أو إلى رئيس معظم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا يقبلون من الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت به هذه الطائفة، طائفته أو حزبه. ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورأيا من غير تعيين شخص أو طائفة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ محمد بن صالح بن العثيمين رحمه الله: يجب على طالب العلم، هذا طالب العلم الحق، يجب على طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث يعتقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف. السلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين من قبل. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليها بالأدلة، يستدل على هذه الطائفة إيه؟ وهناك إشكال واقع أنه من منهج أهل السنة والجماعة في مسألة التنظير والاستدلال، الأول الاعتقاد ثم الاستدلال، ولا تعلم وتستدل وتعمل؟ الإنسان يتعلم، تأتيه المسألة يعمل بها، صحيح؟ ولا هو يعمل وبعدين يبحث عن الدليل؟ قد تكون هناك آراء ظهرت فجأة وظهرت الأدلة لها فجأة، مع أن كنا في السابق على خلاف ذلك. طب أين كانت هذه الأدلة؟ أهل السنة منهجهم معروف في العلم والعمل والسلوك. أهل البدع والمخالفين لمنهج أهل السنة يعتقدون ثم يستدلون، يفعلون هذه الأفعال بناء عن الهوى وبناء عن كذا وكذا، ثم يبحثون عن إخراج أدلة لهذه الأشياء. قال: فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه وقد تكون دليلا له، ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ثم يقول: وهذا مبدأ خبيث، لأن هناك وسطا بين أن يكون لك أو عليك، وإذا كان عليك بالحق فليكن عليك وهو في الحقيقة معك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصرة الظالم أن تمنعه من الظلم، فلا حزبية في الإسلام. قال العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله: وفي الحزبية بعث حرب الكلمة بنصب عوامل الانتصار والترجيح لأصول كل حزب ورد ما يخالفه.
هذه مسألة المسائل التي فرقت الأمة. قال شيخ الإسلام: والمقصود هنا أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وأتى بكلام كبير. ولما تنظر إلى سيرة شيخ الإسلام وتربيته لطلابه ومنهجه لم يكن أبدا متحزبا ولا ناصرا لمذهب من المذاهب، ولكن كان متحريا للدليل والحق. حتى لما عرضت مسألة للإمام ابن القيم رحمه الله، وكانت هي قول لشيخ الإسلام شيخه، وكان يعتز أنه من تلامذته ومن طلابه، وكان يحبه حبا شديدا، لكن قال: والحق أحب إلينا من شيخنا. هذه جملة من الأسباب الصريفة عن الحق، ومن المشكلات الواقعة في طريق الدعوة، سواء في داخل الدعوة أو في خارج الدعوة. نجملها سريعا، كم سبب قلنا؟ كم سبب؟ تفضل. نعم. طيب، قلنا الجهل والخوف والتقليد الأعمى والذنوب وترك سؤال الهداية والتحزب. في عجالة سريعة نتطوف حول هذه الأسباب وهذه المشكلات. الجهل، وهل ما نحن فيه من بلايا ورزايا إلا بسبب الجهل؟ وهل عصى العاصي وتجرأ على المعصية إلا بالجهل؟ وهل تخلفت الأمة يوم تخلفت إلا بالجهل؟ الجهل مصيبة، كارثة. لذلك من أراد أن يستقيم له حال فلينطلق يطلب العلم. الحمد لله ما زال أهل العلم بيننا في الحمد لله رب العالمين. وإن كنا تصير أحداث نحرم من شيخ يعني، لكن ستظل إلى متى حتى تحرم من كل المشايخ؟ في هذا المكان المبارك يوجد معهد وسيلة. قد يقول البعض: والله أنا لا يروق لي المعهد لأن كذا، لكن هل وجدت وسيلة أخرى؟ هل عندك طريق آخر لترفع به عن نفسك الجهل؟ سأعكف على الأشرطة وأنزل محاضرات وكم من الأفكار التي في الحقيقة لا تتحقق. فرصة، ما زالت هذه فرصة. تعلم العلم، تعلم العلم. أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما عصي الله عز وجل إلا بالجهل. والعلم يجلو العمى عن قلب صاحبه كما يجلو سواد الظلمة القمر، وليس ذو التقوى كجاهلها ولا البصير كأعمى ما له بصر. قل هل يستوي الذين؟ لا يستوون أبدا أبدا. فهذه فرصة، فهذه مشكلة من المشكلات الواقعة في طريقك إلى دعوة الناس وفي ثنايا الدعوة. طب حل هذه المشكلة؟ طلب العلم. طلب العلم فريضة، لا ينبغي لمسلم أبدا، لا يستقيم له إيمان إلا أن يتعلم المسائل الواجبة أن يتعلمها من مسائل التوحيد والعقيدة وأركان الإسلام وما يقوم به دينه. لا ينبغي أن يجهل هذه المسائل، فإذا تعلمها وجب أن يعلمها للناس، وهكذا ويترقى، ينتهي من هذه المسائل إلى غيرها. ثم قلنا الإشكال الآخر والسبب الخوف، والخوف مصيبة من المصائب لأنها غريزة في طبيعة الإنسان. ولكن لا تستطيع أن تقول للإنسان لا تخف، لا تستطيع، ولكن تستطيع أن تقول له لا يمنعك الخوف عن قول الحق أو القيام بالواجب الذي ينبغي عليك أن تؤديه. يستطيع
الإنسان. الإنسان ما يمنع نفسه من الخوف، هذه فطرة تتفاوت من شخص لآخر، لكن لا يمنع هذا الخوف أن تقول الحق. انظر إلى غلام الأخدود وهو غلام على حداثة سنه في كل مرحلة من مراحل القصة وهو يتقدم، وكأن الخوف هذا ليس له مكان في قلب هذا الغلام، حتى بعدما أخذوه وصعدوا به على الجبل واهتز الجبل بعدما دعا ربه تبارك وتعالى وأنجاه الله، كان المتبادر إلى الذهن على عادة ما نقرأ في القصص ونشاهد يعني من وقائع أنه يفر يهرب، لكن هو عنده قضية، هذه القضية تؤرق حياته، يريد أن يبلغ دين الله تبارك وتعالى. هو في الحقيقة يخشى على نفسه، ما فيش إنسان ما يخشى على نفسه، لكن حبه وانتماؤه لهذه القضية طغى على خوفه على نفسه، فلم يعد للخوف مكان، كما أنت تفعل اليوم. أليس حبك للولد وللبنت وللأسرة يجعلك تضحي؟ فلربما لا تكسو نفسك وتكسوهم، تحرم نفسك وتعطيهم، تفعل من أجلهم، ألا يكون ذلك ليس واقعا؟ نسيت نفسك من أجل أولادك، من أجل هذا الحب الطاغي، هذه هي التضحية، وهذا هو الحب الحقيقي فعلا. فهذا الغلام كان يحب هذه القضية حبا أنساه نفسه، حتى رجع قال أيها الملك، قال ما في، قال كفاني الله، فأمر به وكذا وكذا، قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، وظل يعني يشترط عليه ويبينه حتى كان من أمر القصة مكان. ومات الغلام ولم يرى نصر، وتحقق النصر متى؟ بعد موته. انظر أيضا إلى قصة سحرة فرعون بعدما هداهم الله تبارك وتعالى، وقد توعدهم فرعون بأنواع العذاب، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم على جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. رد مطمئن، لا ضير، اقضي ما أنت قاض، افعل ما أنت فاعل، اصنع ما أنت صانع، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ماذا تفعل؟ هل قضى عليهم بأن يعلقوا أو يصلبوا دون قضاء الله وقدره؟ هل جرى عليهم شيء لم يقضه الله تبارك وتعالى؟ هل فعل بهم شيء لم يكن في الكتاب مسطورة؟ وأنت كذلك، وأنت كذلك، يأتيك ما قدر لك، يأتيك ما قدر لك. الإنسان يظل زمان طويل يفر، الخوف يجعله يفر، وهذه قصة حصلت منذ زمن طويل، مجموعة من الشباب، ثلاثة شباب متعلقين ببعض في قرية من أسر مرموقة، أبائهم لهم وظائف وجاهة في الدولة وكانوا يحبون الالتزام، وكنت أقابلهم، يا فلان لماذا يا شيخ؟ والله نحن نخاف، والله نخاف. قال له يا ولدي لا تخف، ومر على ذلك أوقات طويلة ثم انقطع. وكنت بقدر الله في مكان ما، مكان ما أزور الإخوة، وجدتهم أمامي الثلاثة، سبحان الله. قالوا والله جينا بس مش لله، جينا في موضوع تاني خالص. كتب عليهم ذلك، لا تخف، لا تخف، ما كان لك سوف يأتيك. فهذه مسألة منتهية، وإنما يكون ذلك بالتعلق بالله وبما عند الله سبحانه وتعالى. والإنسان ينظر إلى أخبار الصحابة، وينظر إلى أبو هريرة الذي كان يغشى عليه من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، في 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 أول الأمر من الجوع يغشى عليه، يكون أمير على الكوفه، وفلان الذي كان عبد وكذا يكون أمير على المدائن، سبحان الله، سبحان الله. لو خافوا ما وصلوا لما وصلوا إليه، ولا ما وصل لنا الدين، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم الأمر اللي هو التقليد الأعمى، المقلد إمعة، وعلاج التقليد الأعمى أن يكون هناك نوع من طلب العلم والنظر، ليس معنى ذلك أن ينفرد بالرأي عن الشيخ والمشايخ والعلماء ويكون جبهة أخرى أبدا، ولكن لابد أن يكون عندك نوع من عقل، أن تبحث،
تشوف كلام المشايخ وتنظر في كلام أهل العلم وتتأدب مع الجميع، لكن يكون لك نظر وبحث واستدلال، وتسأل الله تبارك وتعالى أن يهديك إلى طريق الحق والصواب. ومسائل العجب والكبر والرياء والكذا وكذا، هذه ليس لها علاج إلا بأمرين: كثرة الدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله، ولزوم العالم الرباني. مسائل أمراض القلوب ليس لها إلا يعني أمرين اثنين: كثرة الاستغفار والتضرع والتوبة إلى الله وسؤال الله تبارك وتعالى يعني الشفاء العاجل، وأن يلزم العالم الرباني. العالم الرباني الذي يربي الناس، الذي يربي الناس. ويبقى مسألة الذنوب، حلها معروف: التوبة والاستغفار، وأن يتوب وأن يكرر هذه التوبة، وأن يتهم نفسه دوما بالتقصير. وقلنا أن مجرد ترك العلم وترك الدعوة هو ذنب، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. هذا تركوا الأمر بالمعروف، فهجر الله عز وجل، ترك الله عز وجل ذكرهم. فهذا ينبغي أن تتوب، ثم بعد التوبة أن تتحول من المعصية إلى الطاعة. طبعا الغفلة عن سؤال الهداية أيضا معروف، أن تسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق. الحزبية، الحزبية هي وهي المرض العضال، تحتاج إلى تجرد، إلى توبة، إلى أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يبين لك الحق، أن تعلم أن الله عز وجل إنما أنزل الرسول ليطاع ويتبع، لا ينازعه في ذلك شيء، لا شيخ كبير ولا عالم ولا كذا ولا كذا، وإنما العلماء أدلاء وقاد يقودوننا إلى الحق. لا ينبغي أن تترك هذه المسألة ثم أنت تتحزب إلى هذه الجماعة أو إلى قول الشيخ على حساب دين الله تبارك وتعالى وعلى حساب منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يكون ذلك إلا بالرفقة الصالحة التي توضح لك الحق وتبين لك السبيل. ولا يكون ذلك إلا بالتواجد دائما إما مع كلام الله أو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو تطالع كتب أهل العلم وخاصة كتب السلف. وصل الأمر إلى أن الأخ ينظر، يذهب المكتبات، شوف الكتاب، من مؤلف هذا الكتاب؟ يشوف المؤلف الأول بغض النظر هل سيقرأه أو لا، هل سيستفيد منه أو لا. الشيخ الفلاني بكام يأخذه؟ وممكن الكتاب يجلس عنده لا ينتفع به، هذه مشكلة. تبحث عن الحق، تسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق. هذه جملة من الأسباب، يعني أحببت أن أنصح نفسي وإياكم بها وأذكر نفسي وإياكم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها، وأن يعني يلهمنا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيرا.